هنكمل المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. احنا كنا اتكلمنا على الوورد using the word tools وشفنا حاجات بسيطة في الوورد. النهاردة هنتكلم على how to write CV and cover letter. المرة اللي فاتت برضو فهمنا ايه الفرق بين CV وبين cover letter. النهاردة هنتكلم useful tips او نصايح جيدة لكتابة CV كويس و cover letter كويس والفرق ما بينهم. نبتدي نتكلم على التبس او النصايح ان انا اكتب سي في كويس. لازم اعرف الاول ايه الاجزاء المهمه او المعلومات المهمه او the most important information I should include in my CV. اول حاجه بحط طبعا my name. Start with your name. We suggest using uppercase bold for name only. خط uppercase capital letter bold. And complete contact information such as address, phone and email address والcontact information بتاعتي. وعادة الاسم بتاعي بيبقى في الكابيتال في النص السي في في النص فوق. بعد كده بتكلم على certifications. List all your professional certification or license with date received. يعني ببتدي اعدد كل الشهادات اللي معايا بالتواريخ اللي انا خدتها بيها. وهنعرف بعد كده ان انا لازم ارتب التواريخ بالاحدث فالاقدم، مش من القديم للحديث، لا احدث حاجة وببتدي انزل بالاقدم للاقدم وهكذا. بعد كده بتكلم على الايديوكيشن. ايه الفرق بين السيرتيفيكيشن والايديوكيشن؟ الايديوكيشن هو التعليم الاساسي، ولكن السيرتيفيكيشن الشهادات اللي انا ممكن احصل عليها بعد نهايه التخرج او بعد التخرج من مسار التعليمي المتفق عليه اللي احنا كلنا عارفينه. ده الفرق بين السيرتيفيكيشن والايديوكيشن. الايديوكيشن يو شود سمرايز يور ايديوكيشن ان ريفرس اوردر. ده اللي انا قلت عليه ان انا لازم اعمل ريفرس اوردر، يعني من الاحدث للاقدم. ستارتنج فروم your last degree or the one you are working on now، من الحاجة الحالية اللي معايا دلوقتي واللي انا بشتغل بيها دلوقتي. include على كل education you should include اسم المدرسة، school name اللي انت خدت منها education دي، city, state، degree خدتها degree قد ايه، major، date received او خدتها في تاريخ ايه، conferred an honors مثلا بمرتبة شرف، زي ممكن اقول ان انا اتخرجت مثلا خدت بكالوريوس تجارة مع مرتبة الشرف. الجزء اللي بعد كده ان انا ممكن اتكلم على الكورسز. الكورسز دي فرصة جيدة ان انا to tailor my CV to a specific job. يعني ايه tailor my CV to specific job؟ يعني انا بقول لهم انا خدت الكورسات اللي هي طبعا لا هي certificate ولا هي education، اللي هي الكورسات اللي انا باخدها تمرينات او كورسات باخدها علشان اقول ان الكورسات دي مناسبة للوظيفة اللي انت عارضها عليا او الوظيفة اللي انت الفاضية اللي عندك. فانا خدت كورسات تؤهلني للجوب دي. فانا مش يعني مش لازم اكتب كل الكورسات اللي خدتها، انا بكتب الكورسات اللي لها علاقة relevant لل specific job او job specification. الاورز او الاكتيفيتيز بستخدم ان انا اقول الاتشيفمنت، يعني زي انا وصلت مثلا لدرجة، خدت شهادة بدرجة امتياز، خدتها بتقدير معين، accomplishment، خدت جايزة لأحسن مثلا article، جايزة لأحسن موظف مرة. الشهادات والتقديرات اللي انا حصلت عليها مش كل الاجزاء applicable في CV، يعني في اجزاء مناسبة لطبيعة الوظيفة وطبيعة الإديوكيشن بتاعتي، وفي أجزاء لا. جزء من الأجزاء اللي مش مناسبة لكل الناس اللي هي ريسيرش، دي بتناسب أكتر أعضاء هيئة التدريس أو ستاف الجامعة، إن أنا بكتب في الجزء ده الريسيرش اللي أنا عملتها، الريليفنت إكسبيرينس، البريزنتيشن، الميجر بيبرز أو نشرت مقالات. فده مش كل الوظائف تناسب لها زي ما قلت. بعد كده بتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في CV وهي الاكسبيرينس. Your experience regardless of how you acquire it full time or part time. انا ببتدي اذكر الاكسبيرينس بتاعتي، اشتغلت في شركات قبل كده، اشتغلت سواء full time او part time، الحاجات اليوسفول للبوزيشن او للجوب،
اللي انا بقدم ليها واللي انا عايز اشتغلها. دايما في الاكسبيرينس بكتب الجوب تايتل وظيفة، يعني انا هل انا كنت في مثلا في الشركة دي مدير، نائب مدير، نائب مخازن، يعني ايه التايتل اللي انا كنت بشتغلها في الشركة اللي انا كنت اشتغلت فيها قبل ما اقدم الوظيفة عندهم، مين كان الامبلوير بتاعي، اشتغلت فين، الشركة فين. ديسكرايب، اهم حاجة كمان ان انا مش بس اذكر اسم الشركة واسم الوظيفة ومين اللي كان مشغلني، لا انا بكتب كمان my main responsibility، يعني انا في الوظيفة دي كنائب مدير كانت من مسؤولياتي ان انا اعمل كذا وكذا، والديوتيز بتاعتي ووصلت لايه وعملت accomplishment ايه وعملت ايه في الشغلانة دي وازاي ضفت للشركة دي وعملت ايه، والresponsibilities بتاعتي بشوية تفصيل بحطهم في نقط، في listing نقط، بحيث ان انا اوضح برضو الاكسبيرينس بتاعتي. مهمة جدا هي ان انا اذكر السكيلز بتاعتي، سواء كانت كمبيوتر سكيلز، لانجوج سكيل، رايتنج سكيل. ون اوف ذا جريت انترست تو امبلوير از تو انديكيت ذا كمبيوتر هاردوير اند سوفت وير نوليدج، فلوينسي ان فورين لانجوج، بتكلم بطلاقة في لغة معينة، اور اني اذر تكنيكال سكيل، اي سكيل املكها زي مهارات الكمبيوتر، مهارات اللغة، لازم ان انا اذكرها. برضو لازم اذكر حاجة اسمها انترست. Interest هي only if you are really knowledgeable about something or very good at it، يعني أنا مهتم بحاجة، مهتم بموضوع معين، بقراءات معينة، بأكتيفيتي معينة. الافليشن هي ان انا مثلا عضو في جمعيه، ممبرشيب في اي جمعيه، في مثلا حزب، في نادي معين، في جمعيات خيريه مثلا بكتبها، او ممكن مثلا عضو في منشأة ما. تاني تب او تالت واحدة، ان heading of your CV function like headline in newspaper، يعني الهيدنجز او العناوين اللي انا بستخدمها في السي في بتاعتي عاملة زي عناوين الجرنان او عناوين المجلات اللي بتشدني، في عنوان يشدني وعنوان ما يشدنيش. They can show the reader where certain information is located, give a summary of content and catch the reader interest، المفروض تجذب انتباه الشركات انها تقراها. If you glance at a CV with a section heading honors and awards, you will responsibly assume that this candidate has received honors and awards. يعني لما اكتب عنوان ان انا خدت تقديرات او خدت شهادات معينة، لازم اكون خدت الشهادات دي وابرزها واحطها في عنوان واضح علشان اجذب انتباه الناس انها تقرأ السي في بتاعي. بعد كده النصيحة أو التاب اللي بعد كده بتقولي never use the first person I، يعني دايما ما تستخدمش في السي في I كذا، أنا كذا، أنا كذا، لا. eliminate all the unnecessary words، ما تفضلش تستخدم I كتير، A كلمة A، the الحرف، sorry letter A، letter the، استخدموش كتير. Add to the I appeal of your CV by varying the typeface for emphasize، يعني دايما تخيلوا كده ان هقرا كتاب كله مكتوب بنفس الخط ونفس الفونت، هتلاقيه ممل ومفيش حاجه مكتوبه بخط مختلف تخلي عيني تيجي عليها الاول، فلازم اعمل كده في السي في بتاعي، ان انا استخدم خطوط مختلفه، بعض الحاجات العناوين بالكابيتال، الهيدلاين بالكابيتال، استخدم نقط التعداد، استخدم خط مختلف، شكل مختلف، شكل بولد مره. بس هي مش فكرة ان انا استخدم الوان كتير، انا مستخدمش الوان كتير، اوقات بطبع السي في ابيض واسود، بس فكرة ان انا ممكن احط خط تحت حاجة مهمة، اكتب حاجة بالبولد، اكتب حاجة بخط مختلف، وهكذا. من شوية برضو من الحاجات المهمة ان انا اعمل ليستنج، يعني ما اجي اعدد الريسبونسابيلتيز بتاعتي في الاكسبيرينس في شركة ما، ما احطهمش كده، لازم احط نقط، واحد اتنين نقط جنب كل حاجة. بروف ريد كيرف، دي من الحاجات المهمه، يعني ان انت تراجع، سواء كان هتكتبه بالانجلش او بالعربي، براجع الجرامر، براجع الكلام، براجع اسلوب الكلام، طريقه العرض، بحيث ان هي برضو ما يبقاش فيها اخطاء جرامر كتير، اخطاء سبيلنج كتير، دي اسمها بروف ريد. اللي بعد كده اسمها use action verb to describe your duties and accomplishment، زي I created, I published, I solved, I participated in, I assisted in، انا ساعدت في كذا، انا مارست في كذا، انا عملت كذا. use action verb يعني الحاجات الاكشن اللي انت عملتها فعليا، استخدمها في التبس. المهمة برضو ان انا when describing your experience your use detailed description that give the reader a picture for you as an individual، يعني ببتدي ان انا استخدم details اكتر في الاكسبيرينس،
experience زي ما قلنا responsibilities بتاعتي duties بتاعتي. كمان quantify accomplishment يعني ان انا مثلا حققت اعلى رقم مبيعات، كان مثلا مبيعات نسبة كذا. quantify يعني اذكر accomplishment بتاعتي في شكل ارقام. put the most related and impressive accomplishment first within each job description. احط الحاجات الامبرسيف، الحاجات الفظيعه اللي انا وصلت لها بشكل كبير، اللي انا انجزت فيها بشكل كبير في الاول، واظهرها في الايه، في الجوب ديسكريبشن بتاعتي. خلصنا التيبس المهمه لرايتنج سي في. انتقل لموضوع اخر وهو تيبس ايضا ولكن لرايتنج كفر ليتر. اول حاجه the letter should ensure that your CV gets to the right person in the organization. يعني لازم الكفر ليتر اتاكد ان انا بعتها للشخص المختص، شخص الاتش ار او الشخص اللي هيستلم مني. تاني حاجه ان الليتر should make clear the position for which you are applying. يعني وانا بكتب في الكفر ليتر اكتب انا بقدم على وظيفه كذا، لان الشركه دي اكيد ناس بتقدم لها الوظائف كتير، وظائف مختلفه، فلازم احدد. The letter should state how you found about the organization or the vacancy. لازم اذكر انا عرفت الاورجنايزيشن دي منين، عرفت ان فيها وظيفه خاليه منين. The letter should if appropriate mention the name of the person who suggests you send the CV. ممكن اذكر برضو الشخص اللي قال لي او اقترح عليا الفاكنسي دي ان انا اقدم السي في بتاعتي فيها. لازم تركز قوي على الـ specific skills for which you are required for the particular job. احنا اتفقنا ان محدش هيقرا السي في بتاعنا كله. الكفر ليتر بتركز بقى على اهم سكيلز عندي، اهم مهارات عندي مناسبه للجوب اللي انا بقدم لها، علشان اخلي الشخص اللي بيقرا الكفر بتاعي، الكفر ليتر بتاعي، يبقى انترستد ان هو يكمل ويقرا السي في كمان. The letter should say why you are interested in the job. يعني لازم يقول انا ليه مهتم بالوظيفه دي، ليه مهتم ان انا اشتغل تبع الاورجنايزيشن دي. The letter should demonstrate your writing abilities, attention to detail and research. لازم برضو ان انا اظهر قدرتي على الكتابه، مهاره ان انا اظهر السكيلز بتاعتي، اكتب بطريقه كويسه وجرامر كويس. اخر تيب في الرايتنج كفر ليتر هي ان الليتر should include relevant motivation. يعني ايه motivation؟ يعني why you should have chosen this field. يعني ليه انا اخترت المجال ده، ليه حابب التخصص ده، ليه حابب ان انا اشتغل في الشركة دي. or personal trait your unique qualities، يعني المهارات او الجودة اللي عندي او السكيلز اللي عندي. all of which don't belong on a CV، يعني الحاجات، المهارات الاساسية والحاجات الاساسية اللي تخلي الشخص كمان يقرأ CV بتاعي. والليتر should make mention of any future communication، يعني الليتر برضو لازم يذكر فيها لو انت عايز تتواصل معايا بأي شكل من أشكال in any future، يعني لو مش الوظيفة دي، لو بعد كده فضيت وظيفة وحسيت ان انا ممكن ان انا من الأشخاص المناسبة للوظيفة دي، ممكن تتصل فيا فيما بعد.